كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا اليوم اختي تشهيت، اليوم انا جاي الصباح والله الا مشكيت عليكم ضامني يا معصي وعيان وما كرهتش نمشي نتلاح نعس ما ندير حتى شي حاجه، ولكن ضروري خصني نوجد اليوم بنتي سلمى صايمه. شافت لي كومونتير بزاف ديال الناس قالوا لي احنا راه ولادنا عندهم 9 سنين وكيصوموا، قالت لي شوفي قالت لي غنصوم اليوم صبحات صايمه. ايوا قالت لك ماما الله يعطيك السلامة، ماما صوبي لي باغا البريوات ولا هادو لي سيغار عامرين بطاطا والفرماج كيفي. ايوا قلت لها بنيتي انا نمشي نصوبهم الكدابة. المهم دابا راه 4:40 تقريبا، كنا في الصالون يلا خرجنا مشينا تقدينا داكشي كاع اللي خاصنا، وانا غادا للدار باش نبدا عاوتاني نشمر على يديا ونمشي نقضي شغلي. واش غدير اختي؟ هذا هو رمضان، ضروري دوقي في الكوزينة، ضروري حلاوته في تمامته سبحان الله. يلا هانتوما معايا. المهم البنات غير سمحوا لي دركني الوقت، بديت كنجري. هذه هنايا واحد المليويه كنقول لها مليويه العامره ديال الفران. المهم هنايا درت شويه البصله شويه مطيشه شويه الفلفله، المهم كاين اللي كيدير فيها حتى الكفته، كاين اللي كيدير فيها الحوت، المهم كل واحد شنو كيدير. المهم هنايا هادو راه درتهم كما شفتوا لي سيغار، هادو راه فيهم بطاطا مسلوقه معها كيريات ومليحه، المهم حتى هي اختيار، يا كاين اللي كيدير فيها القزبور داكشي. وهادو خليت غير شويه غير القياس ديالي حيت هادو حارين بزاف، ما كاينش اللي كياكل الحار، والباقي درناه في الفريغو. هنايا غادي ندير الزيتون الكحل والزيتون الخضر، وغادي نغطيها نيت بنفس سميتو ديالها. كاين اللي كيزيد فيها بحال هكا الفرماج، انا غنزيد فيها الفرماج طونشات ديال الفرماج كما قلت لكم، كاين اللي كيديرها بالحوت، كاين اللي كيديرها بالكفته. ودابا غنحط فوق منها نيت هذه العجينه ديالها. ودابا البنات من بعد ما غطيتها غادي ندير ليها البيض، غير صفر بيضه بوحدو، صفر بيضه ندير لها بحال هكا باش كتجي محمره. هادي بحال قلتي ملويه معمره في الفران، يعني عوض ما ديريها في المقله كتبدلي شي شويه، الا بغيتي تبدلي المقله كديريها هكا في الفران كتجي زوينه. المهم كديري لها بحال هكا صفر بيضه. وغندخلها دابا للفران حيت ما بقاش كما قلت لكم الوقت بزاف بحال طيب ليا. بالنسبه للبنات الملويه بحال هكا في الفران كتشعلي لتحت هو الاول حتى كتنفخ، حيت هذه العجينه ديالها كتكون شويه فيها شويه الخميره، علاش باش كتنفخ ليك مزيان عاد كتشعلي الفوق باش تحمر، حيت الفوق فيها البيض دغيا غادي تحمر وغتجي زوينه. المهم هيا رديتها دابا للفران مخدمه ليها غير لتحت، وعاد ديك الساعه فاش طيب وتنفخ عاد ندير لها غير الفوق. ودابا البنات صافي بديت كنقلي البريوات، المهم هانتوما شفتوهم بديت كنقليهم، انا ما كنبغيهمش طايبين بزاف غير كنحمرهم شويه وصافي. وهادو البنات هما اللي صاوبت قبيله، المهم هادو هما الحارين وهادو ديال البطيطه، المهم هما هادو. بالنسبه لهذيك المليويه ها هي كتجي كتشهي، هذه راه ماما اللي كانت كديرها لنا فاش كنا صغار كنحماقوا عليها،
واليوم درتها صافي. هادشي اللي كاين. احمد كيجيب هادو كيعجبوه من بعد ما كياكل كيعجبو ياكل سميتو، وكل نهار وبزلقو وبالصحه والراحه. ما مولفاش ليا والله، ما مولفه ليا، مولفه كنشقى ومور الفطور كنشقى. تما الفطور كنجمع داكشي اليوم والله العظيم البنات لا كليت وصافي بحال تشللت. كي الطبله هي باقي كتسمع فيكم ماما مسكينه، الله جات بغات تجمع قلت لها جلسي، كتقول لي بنيتي شوفي ما خصنيش نبقى غير جالسه، خصني نتحرك. لا تحرك ديري لا مارش ماشي تشقاي، كاين الفرق. لا ماما ما كنبغيش، ما عرفتش هادشي اللي عطاني الله، مع انكم ما كنبغيهاش تشقى، كتعيا فيا مسكينه حتى هي كتبغي، كتقول كنبغي غير نتحرك ما تخلينيش غير جالسه. تبارك الله عليها بعدا كتقيم الليل يوميا الليل كامل وهي كتصلي، الفجر ديالها عاد كتنعس، بنهار عاوتاني النهار كله هي القران والصلاه. رمضان هي اصلا انتي كتبغي شنو من صغرنا فرمضان ما كتبغيش تشقى، هي كتقول لك انا خصني رمضان صلاتي وقراني. من كنا صغار انا وإلهام اختي كانت ماما كتنوض مور الفطور، عقلتي يا ماما القران راه كيتقرا ديما ماشي غير في الجهه. وي ولكن اللي بعدا راه ديما كاينه، ولكن في رمضان كتخص. لا علاش انا ديما كنقول البنات تشتهدي شويه في رمضان، خصك تشتهدي. كنقول علاش ماما كيعجبني تبقى معايا في الدار، اختي راه واحد البركه، راه فجرها ما كي فجرها ما يمكنش، راه يوميا الفجر ويوميا الصلاه ويوميا القران في الدار. انا ريحتها كتعجبني في الدار، الا دخلت ما لقيتهاش بحال شي حاجه ناقصاني في الدار. فاش كنا صغار كانت ماما بنهار كدير مسكينه كلشي، ولكن مو الفطور كتقول لنا كلشي نديرو، مو الفطور ما نعقلش عليكم. كانت دايره لنا النوبه انا والهام، اختي نهار انا المعن نهار الهام، نهار انا نهار الهام، باش هكا ماما كتمشي للتراويح. وكانت عقلتي ماما كنتي كتصلي مع ناس الحج مسكينه، كانت كتبقى دير ناس الحج وكتبقى تصلي مع ناس الحج بحال حجات. نهار تطلق الحج غتمشي ليه ان شاء الله باذن الله، الا كتب الله يرفع علينا هذا الوباء الله يطول لك العمر. الا كتب مشي ليه، والا ما كتبش حتى الحج هنايا اي بلاصه. بصح الحج راه فين ما مشيتي، بصح الانسان الحج راه بالاعمال ديالو بزاف ديال الحوايج، راه ماشي هي الحج راه شي حاجه زوينه، ولكن راه يقدر الانسان فلوس الحج يصدقهم على واحد ما عندوش راه كيتسمى حج. ايوا هادشي اللي كاين. كنقول لها ماما سيري دابا باغا توضات باغا تصلي، وشافتني عييت وتكيت وجات بغات تجمع الطبله. لوك 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 صليت كاع جبتها لك الحمراء جديده. سيري صلي صلاتك، انا غادي نجمع دغيا. وي وغتصلي التراويح كتهز القران وكتبقى تقرا كتصلي بالقران. اي أيوة والله يقبل الله يقبل يا رب. انا ضغط والله الا ضغط جاني اختي النعاس دائما، انا مامتي اصلا دائما فيك النعاس. وي لا دابا ما فطور فاش كنعيا كناكل كنطبخ. تعومتي عادي بحال اللي تعومت مالك بصح. مع نزيدكم ودن عليا في الدوش وكل دابا هادشي فازك، دخلت مالك ضربت عليها بواحد الفركه، خرجت لقيت احمد دغيا، احمد نقص ليها من الشعر، جايب معاه المقص نقص لها شويه من الشعر. تبارك الله طوال ليها وكيعذبها هي وكتعرق بزاف، وانا كيعذبني في الغسيل وينقصوا ليها دار ليها واحد الكاريه ونوض نغسل الماعن. لا نجمع الماعن يا ربي، وهانتوما معايا باي باي. وهذا البنات واحد الطويجين تاع الاخر لحظه، وقلت لامي انت تشهيت واحد الطاجين كنتي كديريه لينا فاش كنا صغار، وانا مسكينه دارتو ليا. هذا مولفه كديروا لنا ماما فاش كنا صغار، كدير لينا فليفلات بحال هكا عامرين. صراحه الروز كديروا هي عامر بالكفته، وكانت كدير لنا لاصوص هكا، وكانت كدير هي حتى البصله. المهم اي حاجه بغيتيها كديرها. انا قلت لها ماما ديري لي غير لاصوص طوماط من التحت وفليفله عامره هكا بالروز باركه عليا. المهم هو قريب يطيب. صباح الخير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم. المهم جيت انا وحمد الصراحه الصراحه هذا الباب ها
تخمقني ما يمكنش ما نبارطاجيش معكم حيت نتوما عاقلين شحال هادي شنو كنت كنقول لكم. احمد راه باغي الباب يكون بيفو الصراحة واخا ما واحد اللعيبة هنايا جاتنا هادي هاد اللعيبة هادي هنايا جات هي اللي محددة لينا الكادر ديال الباب كامل هي هاد اللعيبة هادي. لحقاش كون كان هنايا الحيط كبير غادي يكون الكادر كبير وغيتكادر عليا الباب كامل يجي كبير دابا باش ما نطيحش من الدرج. دونك كون كان عندي هنا لي سباس غيجيني كادر كبير هابط مي حيت دابا هنايا الحيط كما كتشوفوا فما لقينا ما نديرو جا الكادر شويه زعما هكا صغيور مي ماشي مشكل الباب يا سلام هو اللي كان باغي احمد فيه سينيال دالارم يعني في الليل كتخدمي سينيال دالارم باش اون فوا كيقرب ليه شي حد راه كيبدا يدير يصوني وهذا وهذا هو الباب. المهم راني غير مزوميه ليكم راه عرفتي كي جا خاطر انا نوريه ليكم فوالا ها هو احمد عافاك حلو الا ممكن جا خطيب باقي شي حاجه باقي شي حاجه واحد الفينيسيون باقي ما كملاتش ولكن الصراحه جا الطوب عاطي العين يعني مهيب كما كنقولوا حنايا الباب مهيب شوفوا فين كيوصل راه كيولي هكا ناعس على ظهره. احمد واحد البنت كانت صيفطات لي واحد النهار قالت لي راه صعيب هذا الباب قالت لي راه الا 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 وقفتيه راه بنت تدوز من الجنب يا طونسيون وامي وامي هانتوما شفتو فاش كتحل راه تما يدوز بنادم راه يدوز يدوز الانسان من تما وعاد هذا بالزوين فيه الطوله ديال الحد من الداخل هذا مروي عواج عمرو حتى حاجه هذا كما قال لينا هذا وسط منه الحديد يعني ماشي غير عود هذا العود غير مغلف به الحديد هو راه حديد من الداخل درنا بالنسبه للزكارم هادو درنا سوقت شي حاجه اللي زوينه كبيره اللي هي داخله هنا. المهم هاد البليسه باقي ما فرشتهاش نهار نفرشها غنبارطاجيها معكم. المهم هادو هما سوقت الزكارم ديالهم وسينيال دالار باقي ما خدمناهش شوفوا الفوق كيفاش داير لا جواعب باب خطير والصراحة النجار الله يعطيه الصحة عنده الخاطر الخدمة كيبغي الخاطر في الخدمة والصراحة داكشي اللي بغى أحمد لا كولور شوفوا هانتوما لا كولور واخا ما كتبانش ما كيبانش مزيان أنا غادي نحاول نشوف كيفاش نبينو ليكم. كي جاك أحمد الباب لا صحيح تبارك الله قدو قداش بحال الباب ديال العمالقه هادو هما البيبان اللي ولاو دابا انا نهار شفتو قلت احمد كبير ولكن هو قال لي انا بغيت هكا الباب يكون كبير جايه سلام جا زويون واحمد اللي اختار هاد البواني هادي اللي تكون طويله من الفوق حتى لتحت صراحه جات واعره الداخل البنات كيفاش جا العرض شوفوا العرض ديال 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 الباب قداش في العرض قدو قداش هادو السواق طبعا هادي تحيدات حيت صوبوه كما شفتو الصراحه جا زوين بزاف جا زوين. حنا قبل كنا دايرين غير واحد سميتو هنا على الباب مي حتى وجد حيت الصراحه كياخد الوقت باش كيوجد شتو كيفاش داير صحيح بلاندي ما درناش فيه لونتي ديال العين وهذا حيت ديجا اللي غادي تحليه نتايا هذاك الباب ديال الحديد وغيوصل حتى لهنا دونك راه ديجا من لافامي من العائله بالنسبه لهذا راه حتى هو البنات بيفو حتى هو بحال هذا الستيل ديال هذا الباب هذا اللي دابا وريتكم العود راه حتى هذا نفس الشيء حتى هذا كيفاش كيتحل راه كيجي في الوسط راه ما شتي ايوا هادشي اللي كاين الله يدخلها علينا بالصحه والسلامه. هادو واحد سميتو شاطو لينا احمد باغي يخبيهم الفوق قالك ربما نحتاجوهم الله على الشميشه راكم عارفين اني كنحمق على الشميشه وكنقول لكم ديما باغا نجي هنا غير على ود الشميشه غزاله الشميشه. غنخليكم هنا مع فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للمعلومات
شاء الله نهار نسالي الدريسينغ وخلي لكم جميع المعلومات اللي في صندوق الوصف. ما تنساوش لايك منا وي اسم ميوزيك ستار لايكات مع فيديو جديد.